النجم المتألق دائما سعد رمضان، بدنا نقول لك اشتقنا لك كتير كتير. حبيبي زكريا، وأنا بالأكثر اشتقت لكم كلكم. سعد، من بعد أول أغنية وتاني أغنية، وبالفعل يعني حقيقة أخذوا ضجة كتير كبيرة، أخذوا نجاحهم اللي بيستحقوه. الحمد لله. بمختصر حكينا عن الغنيتين، قد كانوا ناجحين؟ يعني الحمد لله، هلا مع انه كان بين كل غنية في سنة بأول فترة، بس ما حسينا. بس عن جد ما حسينا، لأنه كان كل وحدة يعني بتعيش، يعني ما أنه مثلا تسمع شهر وخلص تخلص، خلص الوقت. كانت بداية أكثر من موفقة لإلي، بالنسبة لإلي، وكانت دعسة كتير قوية كبداية. كانت تكملة النجاح، كانت نجاح كتير كبير. تكملة النجاح كانت بياع بحبك، والحمد لله بعده لحد هلأ العالم تسمعها وبعده بتحبها. وهلأ كمان بعد سنة مسبع الكرات. يمكن تأخرت أول فترة لأنه كان ما كان في شركة إنتاج، كنت إنتاج الخاص، كرمال هيك كان في فترة كبيرة بين كل غنية وغنية. هلأ لا، هلأ كل شيء تغير، هلأ في المولى برودكشن. يعني ما بتصور قد ايه مبسوط، الحمد لله. سعيد معهم والله، صدقني يا زكريا، اكثر من اهلي، عن جد اكثر من اهلي. اذا بتشوف كيف خايفانين علي، كيف بيضلوا واقفين حدي، عن جد ما بتصدق قد ايه بحبوني. الحمد لله، الحمد لله، وانا بحبهم كثير، وشغلنا كثير حلو. هلا يمكن كل 4 أشهر ماكسيموم كنا بدنا ننزل، على اساس ننزل غنيه. الالبوم جاهز، صار تقريبا جاهز. مبدئيا بعد راس السنه ان شاء الله بينزل. هو الثلاثة الأداء اللي هي خلص الوقت، بياع بحبك، وهلأ مسبع الكرار، وأربع خمسة جداد. بس لاحظنا، سوري بدي أتشك، لاحظنا سعد أنه أغنية أول أغنية خلص الوقت، عم نشوفها أكثر ككليب على التلفزيونات، يعني بتدوروا ترى بتلاقيها بتدوروا مسيتيها. يمكن بقى هاي الأغنية يمكن لها نكهة خاصة. الحمد لله، بالعكس أنا ما بزعل. بياع بحبك كثير عم شوفها على التلفزيون، وخلص الوقت كمان نفس الشيء. بس يمكن شوي في هيدي الطبع، يمكن بحبوا العالم أكثر من بياع بحبك، بس هيدا ما بيمنع إنه اثنيناتهم أخذوا. حتى طبعا بياع بحبك كثير حلوة، حتى لحنا بكفيني، يعني أنا بكفيني إنه العالم تعرف إنه سأل بياع بحبك لسعد رمضان وخلص الوقت، أو سعد رمضان عنده بياع بحبك وعنده خلص الوقت. هيدي لحالة بتكفيني الحمد لله. وهلا مسبع الكارات، مسبع سعد الكارات. انت مسبع الكارات، هادي بيقولوها مسبع الكارات انه بيعمل كل شيء. مسبع الكارات هي معروف في كل الدنيا، بيعمل كل شيء. بيسالوني شوي بس يتصلوا فيه من برا، شو مسبع الكارات؟ انا شو مسبع الكارات؟ خلينا نشرح لهم. هلا مسبع الكارات هي مقطع موصل، هي يعني اللي ما مخلى شيء معاه، اللي بيغني واللي بيرقص واللي بيسهر واللي والبنات وما بنات. هلا انا بالطبيعه هيك، ما بعرف، الله اعلم، يعني مش كتير. انا لا، عندك معجبينك يعني، دليل على ذلك انه بكل كليب بنلاقي الصبايا معك هون. الحمد لله، الحمد لله.